السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه حبه كرز ان سوريز. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات بليزي بيناغو بطاطا اللي كيجيو رائعين وسريعين في التحضير، ما كياخذوش نهائيا وقت اللي هو كتير، وكيجيو لذاذين يعني مناسبين تماما اننا نقدموه مع الحريره او مع لي صوب، يعني كبديل على البريوات اللي متعودين عليهم ديال السمك او لا ديال الكفته او لا ديال الدجاج. كذلك بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير اللي غادي نحتاجوها في هذه الوصفه. كما كتشوفوا فالمقادير جد بسيطه، يعني كنحتاجوا فيها ورقه ديال البسطيله اللي انا صايبتها في الدار، غادي نوضعها لكم في رابط الوصف. الوصفه اللي استعملتها هنايا كان عندي واحد جوج بطاطات، وعندي واحد شويه ديال لي زيبيناغ وبصله وريكوتا يعني فرماج ديال ريكوتا، وشويه ديال السكينجبير والملحه والكمون. غادي نشحر لي زيبيناغ مع البصل مع الكمون مع الملح مع السكينجبير. حاولوا انكم ما تكتروش هنايا المقادير اللي هي كتير يعني ديال التوابل، باش هكا ما تطلق لكمش المروريه في الوصفه. غادي نخليهم يتشحروا على نار اللي هي مهيله باش هكا لي زيبيناغ ما يتحرقوش معايا، حتى كنضمن كذلك ان داك لي زيبيناغ يعني ما بقاش فيهم كاع نهائيا الماء. فواحد الاناء اخر غادي نوضع البطاطا اللي انا سلقتها مسبقا كما كتشوفوا مع شويه ديال الملح. غادي نحاول انني نكرازيها بواحد شويه ديال ما بفرشيط او لا اي اله عندكم تساعدكم انكم تكرازيوها هكا. وغادي نضيف داك لي زيبيناغ اللي شحرته مسبقا مع البصل، وضفت كذلك شويه ديال الفرماج، كيبقى اختياري يمكن لكم تستغناو عليه، ولكن هو كيعطي شويه التعليكه لداخل داك البريوات. غادي نضيف كذلك ريكوتا، يمكنكم هنايا ما تستعملوش ريكوتا، مثلا تستعملوا جبلي اللي متواجد في المغرب او لا اي نوع ديال الفرماج كيف ما حبيتو نتوما. من بعد غادي نجيب الورقه ديال البسطيله كيف ما ذكرت في بدايه ديال الفيديو اللي حضرتها مسبقا في الدار. غادي نوضع لكم ان شاء الله الوصفه في رابط الوصف، بشكل يمكن لكم حتى تجربوها كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي رقيقه وما كتقطعش معنا نهائيا. غادي نحاول انني نقسمها باش نشكل منها بريوات، يمكن لكم كذلك ديروا مثلا على شكل سيجار، لكم الاختيار في هذه المساله هذه. ونحاول نضع واحد الكميه لا باس فيها، ونحاول نشكل بريوات كيف ما كتشوفوا في الفيديو. فهاد الورقه هذه ما كتحلش معنا نهائيا، واخا انكم توضعوها في الفرن او لا تقليوها كيف ما غادي ندير لها انايا، فهي ما غاديش تحل معكم نهائيا. فغادي نكمل على نفس المنوال حتى كنسال داك الكميه اللي عندي ديال الخضره مع الورقه ديال البسطيله. كما كتشوفوا فهاد الفكره ديال البريوات بالخضار فهي فكره يعني مغايره على اللي متعودين عليه، كتبقى بسيطه وما كتشدش معنا الوقت بزاف. يعني مثلا في رمضان ما كيكونش عندنا الوقت، كنبغي نقدموا نوعوا في الاطباق ديالنا، فكتبقى كفكره بديله او لا فكره سريعه اننا نوجدوها مع مثلا مع الحريره او لا مع لي سوب. بعد ما ساليت داك الكميه كلها اللي عندي، فانا غادي نسخن واحد شويه ديال الزيت يعني على نار اللي هي مجهده، ومن بعد غادي نقص لها
لا نار اللي هي مهيله باش هكا ما يتطفو ليش داك البريوات، وكنقليه. ونمكنكم كذلك تستغناو على هذه الخطوه هذه وتوضعوهم مباشره في الفرن فهما كيجيو زوينين كذلك. غادي نسالي على نفس المنوال حتى كنسالي داك الكميه كلها اللي عندي كما كتشوفوا ما كيتحلوش نهائيا معايا في هنايا في المقلات، وكيجيو رقاقين داك يعني داك الورقه البسطيله كتجي رقيقه لدرجه اننا كنشوفوا العمره من الداخل. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا من بعد ما طابو. كيف ما كتشوفوا كيجيو مقرملين كيجيو رائعين مذاقا وشكلا. كنتمنى ان هاد الوصفه هذه تنال الاستحسان ديالكم وانكم تجربوها، خاصه انها ما كتشدش بزاف ديال الوقت وما كتطلبش المقادير اللي هي كثيره، وكتجي رائعه كذلك مع الحريره ومع لاصوب. كنتمنى انكم ان شاء الله كيف ما ذكرت تجربوها وتعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش كما العاده ملي لايك واشتراك في القناه، وبصحه وراحه.